بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اجعل في قلبي النور وفي ظهوري القبول بإذن الله. سعد مساكم مشاهدينا الكرام، نطل عليكم عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت من القناة الأولى. مشاهدينا الكرام، راح نقضي معاكم ساعة كاملة من الآن ولغاية الساعة 7 وعلى الهواء مباشرة عندنا كل ما هو جديد في برنامج مساء الخير يا كويت. لكن اسمحوا لي في البداية أرحب بإخواني وأخواتي من خلف الكاميرات، وهذه تحية أيضا مماثلة إلى الزملاء في غرفة الكنترول، وهذه تحية خاصة مني أنا إلى زميلتي أماني. أماني مساك الله بالخير. مساك الله بالنور فهد، مسي عليك بالخير وعلى مشاهدينا وسعداء من خلال التواصل دائما معكم من خلال برنامج مساء الخير يا كويت اللي نطل فيه معكم في فقرات متجددة ومواضيع متنوعة. واليوم أيضا عندنا لقاءات جميلة وأيضا ضيوف راح ينورونا بالاستديو. بس فهد، قبل لا ندش في لب الموضوع ولب حلقتنا، بما أن احنا الحين في عطلة الصيف وفي أوقات فراغ وإجازة، فحل الواحد شوي يعني في الصيف خصوصا يستغل هذه الأوقات ويروح يكسر روتينه ويتمشى. عندنا أماكن مغلقة، عندنا مجمعات تجارية، عندنا بعض المطاعم ودور السينما، فالواحد يعني لا يقعد بس بالبيت ويقول ما أدري وين أروح. فعندنا أماكن جدا جميلة يقدر الواحد يتنوع فيها، مرافق الكويت يعني للأمانة رائعة. بالضبط صحيح. فغير اللي طبعا مسافرين حاطين لهم خطة في أنهم يسافرون، المهم أن الواحد يقضي الإجازة بشكل جميل. بالضبط، يعني هذا أنت ذكرتي أن الآن احنا بالصيف طبعا، وفي ايضا في هناك مسابح، لا في مسابح بعد ايضا لا الاطفال، يعني العائله اللي ما تبي تسافر ومو حابه تسافر، في احواض سباحه يعني اشتراكات وادي السباحه، يعني هذه فرصه ان احنا نستغل ايضا الطاقه عندهم، يعني فيهم باور فلازم نستغل هذه الطاقه بشكل يعني ايجابي. في اماكن جدا جميله في دوله الكويت، ونتمنى ان شاء الله ان يمر عليكم الصيف الكويت بحرارته بغبار، المهم يمر عليكم بسلامة إن شاء الله، ونتمنى دائما الخير والأمان والأمن في ديرتنا الكويت الحبيبة الغالية على قلوبنا. ونقول بسم الله ونبدأ معاكم اليوم. لدينا لقاء عبر كاميرا ستريم بوكس مع النوخذة حامد السيار، مشرف عام لجنة التراث البحري ورحلة إحياء ذكرى الغوص، والحديث طبعا حول استعدادات النادي البحري الرياضي الكويتي لرحلة الغوص في شهر يوليو المقبل، وراح يكون المكان في النادي البحري الرياضي الكويتي، ويجري هذا الحوار خالد البناو. لدينا محطة حوارية جميلة مع الكابتن مشاري محمود الخباز، مدير مركز تدريب السباحة والغوص في النادي العلمي الكويتي، ومدير دورة إعداد مدربي غوص لمنظمة بادي العالمية. صحيح. وأيضا طبعا معنا محطة الحوارية الأولى في هذه الحلقة، فسوف تكون مع المهندس بسام الشمري نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا بجائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية، ولكن بعد متابعة هذا التقرير. تنهض جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية منذ انطلاقتها في دولة الكويت عام 2001 برسالتها الطامحة إلى تطوير القدرات البشرية والمؤسسية في مجال الثقافة المعلوماتية وتنمية المجتمع على المستويين الوطني والعربي، إذ اتجهت الجائزة بفعاليتها عام 2007 إلى كافة الأقطار العربية أفراداً ومؤسسات للارتقاء بالإنجازات التقنية. وقد اتخذت الجائزة منهجية واضحة في العمل عبر ثلاثة مسارات رئيسة، هي جوائز المعلوماتية، المشاريع التنموية، المعلومات الرقمية. وتتضمن جوائز المعلوماتية جائزة دولة الكويت وجائزة الوطن العربي والجائزة التقديرية. عام
عودة جميلة معكم مشاهدينا، ونرجع ونمسي بالخير على ضيفنا المهندس بسام الشمري نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا بجائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية. يا هلا ومرحبا فيك، وكل عام وانت بخير، وتقبل الله طاعتك، وسعداء بوجودك معنا اليوم في برنامج مساء الخير. احنا اسعد، وشكرا لكم، وكل عام وانتم بخير، وتقبل الله طاعتكم، ونشكركم على الاستضافة. حياك الله مهندس بسام. بالبداية مهندس، يعني بسام، يا ليت تعرفنا عن جائزة المعلوماتية، شنو هي؟ بالضبط، هي في الحقيقة جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية انطلقت عام 2001. حلو. وطبعا احنا نعيش اليوم في الدورة 18. هي سنويا، الدورة سنويا تقام. ونقدر نقول ان احنا اليوم في المرحلة الرابعة من تاريخ الجائزة. حلو. هناك ثلاث مراحل، كانت المرحلة الأولى من 2001 إلى 2005 و6 تقريبا، المرحلة الشبابية واللي كانت تركز على الكويت. وبنت الجائزة هذه القاعدة لها في دولة الكويت، وانطلقت من بلد الثقافة الكويت في 2007 المرحلة الثانية، والتحول نحو الأمة العربية والوطن العربي. ولها الحمد أيضا حظت في سنوات قليلة في بعدها العربي، وتمكنت من الاتصال سريع يعني مع الجمهور في الوطن العربي، في سواء كان في الخليج العربي أو في دول الشام أو كذلك في شمال أفريقيا. ولله الحمد. وفي 2011 انتقلنا إلى العالمية، الجائزة انتقلت في المرحلة الثالثة. والمرحلة الرابعة اللي احنا نعيشها من 2015، سنة 2015 إلى 2020، هي في الحقيقة اتخذت شعارها هي ورؤيتها رؤية صاحب السمو الله يحفظه. آمين يا رب. بالضبط، في جعل الكويت مركز مالي وتجاري. ولكن احنا كجائزة نحاول ان نساهم في هذه الرؤية السامية من خلال التقنية وابراز التقنية. وتعرفون اليوم ما في اقتصاد، ما في تطور راح يكون بدون بنية تحتية رقمية وتقنية تكون تدعم الاقتصاد وتدعم جميع أنشطة المجتمع والحكومة والمؤسسات والأفراد في هذا. فلذلك احنا نعمل باختصار من خلال هذه المراحل، واحنا اليوم في الدورة 18. ما شاء الله، ما شاء الله. يعني خلينا نقول مشوار حافل في الإنجاز مهندس بسام. الجائزة مرت في مراحل كثيرة، بداية خلينا نقول من المرحلة الأولى الثانية وصولا للعالمية، يعني لاقت صدى واسع وصدى كبير. فما هي أبرز الأهداف اللي ركزتوا عليها واللي يعني الحمد لله حققتوها من خلال هذه الجائزة؟ هو في الحقيقة كان هناك تخطيط استراتيجي للمراحل هذه، ما هي إلا تنفيذ استراتيجية عبر السنوات هذه كلها. ونفس ما ذكرت قبل شوي، في المرحلة الرابعة أهم أهدافنا أن التحول الرقمي. اليوم كل العالم يتكلم عن التحول الرقمي. التحول الرقمي هو أن كيف نستقل هالتقنيات هذه في أن نحسن المعيشة ونحسن الرفاهية ونحسن من الخدمات للمواطنين. الجائزة دورها تحفيزي من بدايتها في 2001، وهي حفزت المياه الراكدة، خلينا نقول في الشبكة المعلوماتية في الكويت. الإنترنت ولد تجاريا في التسعينات القرن الماضي، يعني في أول تقريبا تجاريا يعني، ولكن هي كانت مكتشفة وموجودة في الأبحاث في ستينيات القرن السابق، ولكن تجاريا انطلقت ودخلت منطقتنا. وبالمناسبة الكويت يمكن ثاني دولة عربية أعتقد دخلها الإنترنت يعني، ومن أوائل الجهات اللي كانت دخلها الكويت في ذاك الوقت، جامعة الكويت، من خلال جامعة الكويت والقطاع النفطي بالمناسبة، مؤسسة البترول الكويتية كان من أوائل اللي دشوا في الإنترنت. فالكويت دولة رائدة في التقنية، حتى عفوا على مستوى المنطقة يمكن المركز الوطني للمعلومات كان الكويت رائدة فيه في الثمانينات، وقبل هذا كان عندنا أيضا جمعية الحاسوب الكويتية. فبالتالي في تاريخ وامتداد ثقافي تقني للجائزة اللي نتج عنها. ما شاء الله. في 2001 طلعت الجائزة هذه. حل. والجائزة هذه اللي أهم أهدافها من 2001 ليومنا هذا تطويع التكنولوجيا خدمة للشباب وللمجتمع. الله. نمشي في هذا عبر تطور. لو تشوفون كان بي سي عادي، انترنت كان محدود جدا. بالضبط. بعدين عفوا اللابتوب، بعدين اليوم الموبايل. في تدرج. في تدرج. نعم. أكبر التحديات اللي واجهتنا في 18 سنة هذه كيف أن الجائزة استمرت في عملها. صح. شنو الركائز اللي تمكننا احنا كجائزة ان نستمر. ولكن انتم عفوا شفتوا يعني مؤسسات عملاقة. نعم. في خلال العشرين سنة اللي طافت او حتى اقل في عشر سنوات مؤسسات عملاقة اوريدي يعني اندثرت. صحيح. وفي مؤسسات كبرى اخرى
اتخذت استراتيجيات وبرزت وبقت وتحاول، وفي مؤسسات اخرى تحاول البقاء في هذا التطور في نفسها. بالضبط. طيب مهندس بسام، اذا بنتكلم ونقول متى امتدت فعالياتها الى جميع الاقطار العربيه؟ 2007 في سنة 2007 كان هناك حفل إطلاق الجائزة العربية. طبعا الجائزة المعلوماتية كانت من 2001 ل 2007 مختصة في الكويت. بالكويت دخلنا مع الكويت الجائزة، كان سوينا جائزة دولة الكويت وجائزة الوطن العربي. وفي الحقيقة شاركونا الإخوان العرب والبلاد الخليجية والعربية، ما شاء الله يعني الإبداع فيها من الأفراد وحتى من بعض المؤسسات إبداع كبير. يعني أتذكر العام الماضي في وسام المعلوماتية، وهذه إحدى، هذا مو واحدة إلا هي أرقى الجوائز اللي نقدمها، نسميه وسام المعلوماتية. أيوة. اللي مثل في 2015 دورة 2015 بيل غيتس استلم بيل غيتس رائد المعلوماتية، صحيح، اللي استلم الجائزة هذه في الكويت. فالعام الماضي في دورة 17 مؤسسة حكومة دبي الذكية اللي هي رائدة في الحقيقة، ونقدر يعني نشوف تجربتهم في الرقمية، هي تجربة عالمية وليس فقط تجربة خليجية عربية، نفتخر فيها أن هي في الحقيقة تجربة عالمية وتقدمت على كثير من عواصم ومناطق ومدن العالم في ما شاء الله. فلذلك هم حازوا على وسام المعلوماتية اللي تم تكريمهم فيه من قبل صاحب السمو الله يحفظه، وهي أحد ركائز واستمرارية جائزتنا دعم سمو الأمير. دعم سمو الأمير، لأن سمو الأمير أول رئيس دولة يرعى مسابقة معلوماتية، وكان هذا في الدورة 2006. في 2006 كانت في 2001 إلى 2005 تقام تحت رعاية وزير الشباب الجائزة، وفي 2006 ارتقت إلى الرعاية السامية من صاحب السمو، واللي الله يطول عمره ويحفظه في كل سنة سمو الأمير نتشرف، وجميع العاملين في رحاب أو في مجال المعلوماتية في الكويت والوطن العربي يلتقون في سمو الأمير، يتشرفون في اللقاء فيه في مثل هذا اليوم، واللي هو إن شاء الله حق الدورة هذه الدورة 18 راح يكون إن شاء الله في شهر نوفمبر القادم. يعني بإذن الله، يعني دائما سمو الأمير الله يحفظه داعم للصغير والكبير، للرجل للمرأة. بالضبط. فعسى ربي إن شاء الله يحفظه لنا يا رب ويطول بعمره. آمين آمين. ويعني ويخلي لنا إن شاء الله. آمين يا رب. وأيضا هذه الإنجازات اللي بالفعل نفتخر فيها المهندس بسام، أيضا يعني ودنا نتكلم عن الأنشطة ونركز عليها شوي، ما هي أبرز الأنشطة القادمة إن شاء الله المصاحبة للجائزة نفسها؟ نعم، احنا في 15/4 الماضي اطلقنا الجائزة المعلوماتية لهذا العام دورة 18. وفي الحقيقة تم يعني اليوم الجائزة امتدادها وشبكتها في مؤسساتها في الوطن العربي وفي العالم الى اكثر من 200 او 250 جهة. حلو. فبدت عملية الترشيح للفوز في الجائزة المعلوماتية. حلو. والترشيح جاري مدى الأيام هذه. حلو. وآخر يوم للترشيح بالكويت والوطن العربي للمشاريع المعلوماتية راح يكون في 31/7 الشهر القادم. حلو. ومن ثم راح تبدأ عملية التقييم لهذه الأعمال. كذلك أقمنا في 9/5 قبل رمضان الماضي مجلس حوار المعلوماتية، ومجلس الحوار كان يتكلم عن الصناعة الرقمية في دولة الكويت. ممتاز. استضفنا فيه 7 أشخاص من رواد والمبادرين الرقميين في دولة الكويت، من الشباب الكويتي اللي هم بدوا أعمالهم الرقمية. وفي الحقيقة في جلسة كانت ممتازة، طرحوا قطتها وسائل الإعلام، ومشكورين تلفزيون الكويت، وحتى عفوا مساء الخير مشكور، قطة جزء من ما قصرتوا صراحة، قطة جزء ولإذاعة الكويت أيضا، قطة جزء والصحافة المحلية. في الحقيقة تم طرح أهم التحديات اللي تواجه الشباب الكويتي في الأعمال الرقمية، من التشريعات، من بيقراطية. إحنا اليوم نقول الحمد لله هناك اهتمام في الشباب الكويتي وفي الصناعة الرقمية، ولكن ليس اللي احنا نطمح لها. نحاول ان شاء الله احنا كجائزة ايضا من خلال تحفيز الجهات والهيئات وتحفيز الشباب ونسلط الضوء على اهم التحديات. حلو. وكذلك تحدثوا في تلك الأمسية عن كيف الحلول اللي يرونها الشباب. حلو. وايضا سوف يتم اعداد فيها تقرير ان شاء الله غير اللي تم تغطيته في الصحافة ان شاء الله. حلو. يمكن كلامك هذا يسحبني الى سؤال جدا مهم، لو نتكلم عن التطوع في الجائزة، وهل هناك نقول تفاوت في نسبة المتطوعين عن السابق؟
هو بشكل عام سؤال جدا مهم. احنا من ساعة قدنا الركائز، الركيزة الأولى دعم صاحب استمراريتنا صاحب السمو ودعمه الله يحفظه. عندنا أيضا دعم سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية الله يحفظه، سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني دعمه المتواصل للجائزة سنويا، هذه الركيزة الثانية. ما شاء الله. والركيزة الثالثة المتطوعين اللي ركيزة مهمة. حلو. وفي الحقيقة يعني تشرفنا في أن يعمل معنا في هذه الجائزة عشرات إلى ربما مئات، مئات من أول سنة لليوم هذا. أينا. من الكويت ومن الوطن العربي. يعني لجنة اليوم التحكيم اللي قاعد الآن تبدأ عملها وقاعد تبدأ تصنف وتبدأ تشوف وكذا، رئيسها الدكتور ثلاية الفوزان، دكتور ثلاية متطوع في هذه الجائزة، نفسي أنا عضو ونائب رئيس اللجنة أيضا متطوع في هذه الجائزة، ودكتور ثلاية شكل فريقة من نخبة من المتطوعين في هذا المجال والمشهود لهم في، فهي في الحقيقة الجائزة كانت رائدة، هي من أقدم على عمل نظام العمل التطوعي في 2007-2008. اليوم إحنا لدينا سجلات كاملة في المتطوعين وفي عدد سنوات تطوعهم، ولدينا الميداليات. أنا حصلت على في تشرفت أيضا في الحصول على ميدالية العمل التطوعي. تسلم، تستاهل الخير والله. تستاهل الخير ولله الحمد، الله وفقني ان هالجائزه هذه ارتبطت من تخرجي من الجامعه. كل التوفيق. الله يسلمك. واستلمت من سيدي صاحب السمو الله يحفظه في 2015 ميداليه العمل التطوعي رقم واحد. أينا. اني الحمد لله رب العالمين من صاحب السمو كوني انا تطوعت 15 سنه. ما شاء الله. وعندنا ايضا هذه ميداليه العمل التطوعي. أينا. وايضا لدينا نظام انه 9 سنوات و6 سنوات و3 سنوات. ممتاز، هذا كتحفيز ايضا ان الواحد يتقيد في العمل التطوعي. طبيعي فهد، اللي مو حاب العمل ما راح يبدع فيه. فهذا يعني هذه بصمه جدا جميله، فانك عطيت وكرست وقتك ومن نفسك في عمل جدا جميل لخدمة طبعا ديرتنا الكويت الحبيبة. هل في بعض الشروط للتطوع؟ يعني قبل يعني الوقت قاعد يداركنا، فودنا نفيد أيضا المشاهدين إذا في بعض الشروط وما هي آلية التطوع نفسها. اليوم بالعكس الجائزة ترحب في جميع أبناء الكويت والوطن العربي في التطوع. الجائزة تستوعب جميع أنواع الخبرات والتخصصات. ممتاز. لدينا الإعلام ولدينا العلاقات العامة ولدينا التخصص الرقمي ولدينا التنظيم ولدينا جميع التخصصات العلمية والثقافية. واللي مطلوب إنه إيميل على info@الصباح.award. أي واحد يحب إنه يقدم فكرة، يقدم تطوع للجائزة. عندنا حساباتنا على الشبكات الاجتماعية. ممتاز. وكذلك الإيميل المعروف هو بس info@الصباح.award. أو إنه ندخل في جوجل ونعمل سيرش على أو تويتر فيطلع الأكاونتات مالتنا. الفئات طبعا، لجميع الفئات. ممتاز. حلو. مهندس بسام، الخطط والمشاريع المستقبليه. نعم. للجائزه تكلمنا عنها. بالضبط، احنا اليوم في الحقيقه يعني تكلمت انا يمكن احنا عندنا دوره السنه هذه، ايضا عندنا برامج وانشطه قادمه العام. لو لاحظتوا شاركنا لاول مره في معرض الكتاب كان 42 او 43 اللي هو في ارض المعارض في مشرف. وكان للجائزه حضور معلوماتي من خلال مبادرة رقمنة الثقافة. ممتاز. التركيز على الرقمنة من جانب الثقافي جدا مهم، خصوصا للغتنا العربية وكيف ننقل المحتوى بكل سهولة، المحتوى والكتب إلى الجمهور العربي والجمهور الكويتي. فكان لدينا مبادرة ولدينا الآن خطة للمشاركة أيضا لهذا العام بعد النجاح الذي حقق العام الماضي. أيضا لدينا الملتقى العالمي للمعلوماتية في أن التفكير في إقامته أيضا دورة هذا العام. حلو. وكذلك ديوان المعلوماتية وحلقات أخرى ثانية من مجلس الحوار اللي تكلمت عنها. هذه بالنسبة بالإضافة إلى تخطيطنا إلى الحفل الختامي اللي تكلمت عنه إن شاء الله راح يكون في شهر 11 القادم. فبالتالي من خلال استراتيجيتنا عندنا رؤية قصيرة سنوية وعندنا امتداد ل 2020. حلو، ممتاز. إذا طبعا احنا وصلنا معك إلى الختام مهندس بسام الشمري، كل التوفيق والنجاح لكم إن شاء الله، ونجاح مو بس لكم ترى، هم بعد لنا احنا الكويتيين. أكيد. شكرا لوجودك معنا. الله، شكرا لكم وشكرا على دعمكم الكبير لنا طول السنوات السابقة. يسلمك الرحمن. الله يسلمك. أمانيش ما
مساك الله بالخير يا أماني. مساك الله بالنور والنوير فهد. يعني أنت منورة دائما. الله يسلمك يا. فعندك الحين أخبار الديرة. عدل. ش عندك من أخبار الديرة؟ عندي أخبار طيبة إن شاء الله، وعندي فقرة الستريم بوكس أيضا ولقاءات جميلة. ما راح أقول لك، خلنا نشوق يعني مشاهدينا من بعد هذا الفاصل، خلكم معي. يلا. إذن أعزائي المشاهدين، راح نبتدي معكم هذه الجولة الإخبارية المحلية عبر كاميرا ستريم بوكس مع ناخذة حامد السيار مشرف عام لجنة التراث البحري ورحلة إحياء ذكرى الغوص. الحديث راح يكون حول استعدادات النادي البحري والرياضي الكويتي لرحلة الغوص في شهر يوليو المقبل، برعاية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. المكان راح يكون إن شاء الله في النادي البحري الرياضي الكويتي، واللي راح يجري الحوار إن شاء الله زميل خالد البناو. مساء الخير خالد، والكلمة لك. مساك الله بالخير أماني، أرحب فيك وأرحب بالسادة المتابعين. مساء الخير يا كويت وعلى جميع الزملاء. مثل ما تفضلت، يا عم تواجد حاليا في النادي البحري الرياضي لتغطية استعدادات النادي البحري الرياضي لإحياء ذكرى الغوص في شهر يوليو المقبل، برعاية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، ومعي ضيفي طبعا اللي هو مشرف الرحلة الأستاذ حامد السيار مشرف لجنة التراث البحري. يعطيك العافية ومساك الله بالخير. حياك الله والساعة المباركة، مساك الله بالخير والمشاهدين الكرام إن شاء الله. يا هلا فيك. حياك أستاذ حامد، لو تعطينا فكرة عن رحلة إحياء اللي هي طبعا ذكرى الغوص في شهر يوليو المقبل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة حق رحلتنا هذه، رحلة إحياء ذكرى الغوص، رحلة سنوية، هذه إن شاء الله رقم 30، الرحلة 30. اللهم لك الحمد، من نجاح إلى نجاح. دائما نسعى أن نكون مميزين، ودائما نسعى أن يكون عندنا تطور في المهرجان هذا. اللهم لك الحمد، الأعداد عندنا في ازدياد، ما زلنا نترقب أن نكون مميزين في هذا الجانب، واللهم لك الحمد. الحمد لله. أستاذ حامد، شنو تاني لكم رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن هذه الرحلة؟ نعم، مثل ما تفضلت أنت، قلت صاحب السمو أمير البلاد، يعني أي أحد في الكويت يتمنى يكون تحت رعاية حضرة صاحب السمو. بالنسبة لنا إحنا هذا شرف كبير، ونتشرف سنويا في هذه الرعاية السامية. للأمانة إحنا يعني نطمح سنويا أن نقابل صاحب السمو، عشان بس المقابلة الكريمة هذه، مو بس إحنا كنواخذة أو كمشرفين، ولكن حتى الشباب الصغار، أغلب الشباب يوني يشاركون معنا، بس هدفهم وطموحهم أنهم يتعلمون هذا التراث ويزورون سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد. فطبعا تمثل لنا الشيء الكبير، دعم لا محدود، كفاية يعني بالنسبة حق الشباب مقابلته، وشكرا دائما للشباب الصغار، ورعايته الأبوية السامية هذه بالنسبة لنا جميعا من صغير لكبير شرف كبير، ونتمنى أنها تدوم ما تنقطع إن شاء الله. فكرة عن مكونات الرحلة المقبلة وكيف يتم الاستعداد لها؟ طبعا احنا سنويا نبدي في رحلتنا بالتدريبات. اول شيء نبدي من شهر ثلاثة الى شهر سبعة تدريبات بالنسبة حق القيادات اللي هم النواخذة والمجادمة. المجادمة هو المساعد للنواخذة، فالدورة هذه تنشيطية لهم، تتمثل في عدة جوانب، منها الخطف واليرار، طريقة التعامل مع السفينة، للتنشيط الذاكرة والتعامل مع السفينة في جميع الأجواء اللي موجودة عندنا، بالإضافة إلى اليرار وتعليم الشباب على اليرار، وخصوصا أن عندنا مجادمة متدربين صغار اللي هم استمروا معنا لفترات طويلة، أكثر من 3 أو 4 سنوات، نعلمهم ونجهزهم لأنهم يكونون قيادات لهذه السفن اللي موجودة عندنا.
عندنا. ودي اتوقف عند النقطة اللي هو كيف يتم إعداد وتدريب الشباب المشاركين في هذه الرحلة. نعم، بالنسبة للشباب احنا نبدي معسكرنا في فترة معينة من على حسب طبعا الأجواء اللي موجودة في شهر رمضان وغيرها من الأمور هذه. فإن شاء الله بإذن الله هالسنة راح نبدي في تاريخ 1/7، مدتها من 1/7 إلى 18/7 تقريبا 16 يوم أو 15 يوم، نشيل منهم الأيام الويكند اللي هي يوم اللي هو يوم الجمعة. ندرب الشباب في عدة جوانب، طبعا مو انا ادرب، المجموعه من النواخذ المميزين اللي عندي يدربونهم لعده جوانب، منها الخطف واليرار، طريقه التعامل مع السفينه سواء الاشراع او المياديف او غيره، بالاضافه الى الغوص التقليدي، طريقه الغوص التقليدي بحذافيرها مثل ما كان يغوص فيها الاباء والاجداد. كذلك عندنا بالنسبه لنا اللي هو اجزاء السفينه والمسميات، نعلم الشباب شنو المسميات التراثيه، شنو اجزاء السفينه، شلون اتعامل مع اجزاء السفينه هذه. وعندنا كذلك الفن البحري، الفن البحري فن مساند للرحله، طبعا ابائنا واجدادنا اول كانوا يستعينون في الفن لتقويه الحافز عند البحاره، فهذا كله يتعلمونه الشباب بفتره معينه. بعد هذا الكلام يروحون عيالنا طبعا معانا ان شاء الله الى الهيرات اللي هي نغوص فيها سنويا، ويطبقون اللي تعلموه كله مثل ما تعلموه بالنادي يطبقونه بصفه حيه. استاذ حامد، عندكم فكره عن عدد المشاركين في هذه الرحله؟ طبعا المشاركين ما شاء الله تبارك الرحمن في ازدياد، سنويا قاعد يزيد معنا العدد، الحين اللهم لك الحمد وصلنا الى تقريبا 146 مشارك من الشباب، بالاضافه الى عندنا تقريبا حول 27 مجدمي، عندنا تقريبا 18 نخبه. شنو تمثل لكم هذه الرحله السنويه اللي محافظين عليها ودور النادي البحري في الحفاظ على هذا الموروث البحري؟ للأمانة يعني إحنا كموظفين وتابعين للنادي البحري ما نجامل النادي البحري، النادي البحري قاعد يعطي من نفسه، قاعد يعطي زيادة عن اللزوم لإنجاح هذه الفعالية سنويا. اللهم لك الحمد، عندنا إدارة قاعدة تساعدنا وتحط لنا وتسوي لنا على أساس أن إحنا نطلع بالنجاح وبالصورة الطيبة للجمهور وللعامة. هذا من ناحية النادي، ولكن من ناحية أن إحنا يعني مثلا رحلتنا وأمورنا، احنا هدفنا من الرحله هذه ايصال المعلومه للشباب شنو من معاناه، شنو من تعب، شنو من شقه تعبوه وشقوه الاباء والاجداد، شلون كانوا يكسبون لقمه العيش. للامانه الشباب جدا واعي، جدا حاب الشغله، قلت لك في حافز اللي هو صاحب السمو بحد ذاتها، مقابل صاحب السمو بالنسبه لهم شيء مميز، فالمشاركات قاعده تزيد، الهدف منها انهم يقابلون سيدي صاحب السمو امير البلاد. شنو تمثل لنا؟ تمثل لنا الشيء الكبير، كوننا ان احنا محافظين على تراث اول اصيل لاهل الكويت ولاهل الخليج بصفه عامه. التراث هذا بالضبط احنا حريصين على انه ما يندثر، حريصين على ان نوثق هذا التراث، حريصين على ان نوصل للاجيال المتعاقبه جميع المعلومات الخاصه بالتراث البحري. شنو هي الشروط الواجب توفرها للملتحقين في هذه الدورة؟ نعم، احنا عندنا شروط معينة، الأعمار تكون من 14 إلى 20 سنة، عند شرط أساسي السباحة، أنه يكون متمكن من السباحة، لائق صحيا، هذا أهم الشروط اللي موجودة عندنا للالتحاق معنا. كل الشكر لناخذه حامد السيار رئيس لجنة الموروث البحري في نادي البحري الرياضي، يعطيك العافية وشاكرين لك على هذا اللقاء، والشكر أيضا موصول لمتابعين برنامج مساء الخير يا كويت. وانتقل الآن إلى الزملاء في استديو مساء الخير يا كويت، تفضلي أماني، الهوى لك. كل الشكر للزميل خالد البناو على هذا اللقاء الجميل، لقاء يتحدث عن التراث البحري، تراث أهلنا وأجدادنا، تراث أهل الكويت والخليج بصفة عامة، بالفعل لقاء كان جدا رائع ونتمنى الكل استفاد منه. راح ننتقل معكم أيضا إلى تقارير جميلة ومنوعة من أخبار الديرة، بداية مع طبعا تدشين مشروع الرقابة الداخلية في ديوان المحاسبة والقطاعات الأخرى المعنية المشاركة في هذا المشروع الحيوي، راح نتابع معكم هذا التقرير ونشوفه وياكم. دشن ديوان المحاسبة مشروع دعم نظم الرقابة الداخلية بالجهات المشمولة برقابته وتعزيز قدرات وحدات التدقيق الداخلي بها بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. ومن خلال هذه الاتفاقية وإن شاء الله راح يتم تدشينها اليوم،
بالتعاون مع الجهاز الأمانة العامة المجلس الأعلى بالتعاون مع ديوان المحاسبة سوف يقوم تقوم هذه الاتفاقية على أكثر من محور، ومنها تدريب تقريبا 300 مدقق سواء من الجهات المشمولة بالرقابة وكذلك المدققين في ديوان المحاسبة، وتأهيل منهم 35 متدرب يدربون يقومون في أعمال تدريب باقي العاملين في الدولة ويقومون في تطوير يعني الأدوات والممارسات المستقبلية إن شاء الله، ومتابعة ما تسفر عن أي ممارسات مستقبلية وفق معايير الدولية. فالحقيقة هذا مشروع حيوي وتطالب فيه يعني المنظمات الدولية لتعزيز القدرات ومهارات العاملين في التدقيق الداخلي. هذا المشروع الذي يهدف إلى تنمية مهارات مدققي الديوان انطلاقاً من رؤية الديوان شركاء ورقباء، ولما تحظى به أنظمة الرقابة الداخلية من أهمية بالغة في تمكين الجهة الحكومية من المحافظة على أصولها من خلال تدريب الموظفين بديوان المحاسبة والعاملين بوحدات التدقيق الداخلي في الجهات المشمولة في الرقابة للاستفادة منهم في المستقبل القريب. لتشمل عمليات التخطيط وإجراء والإشراف على عمليات التدقيق ومراجعة الحسابات والرصد والتقييم وتوثيق المستندات وتقديم التقارير بالنتائج. في هذا المشروع سيتم تدريب ما يقارب 300 موظف على دليل التدقيق والمتابعة الداخلية ودليل نظام ضمان الجودة والرصد والتقييم، وأيضا تدريب 40 موظف من إجمالي 300 موظف كمتدربين للجهات الحكومية. وفي هذا الصدد يعني احنا نشكر ديوان المحاسبة ونشكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. إذن كل الشكر لديوان المحاسبة بالفعل على هذا الإنجاز الجميل، وأيضا إتاحة الفرصة للكثير من الموظفين في المشاركة من خلال هذا المشروع الجميل. راح ننتقل معكم إلى تقرير آخر وحول حفلة تكريم اللي أقام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كلمسة وفاء للملحن الراحل مرزوق المرزوق وتدشين المهرجان الموسيقي الدولي 21. راح نتابع أكثر إن شاء الله من خلال هذا التقرير، تابعونا. معالي وزير الأعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد الجبري، أقيم حفل افتتاح مهرجان الموسيقى الدولي 21 وتكريم الملحن الراحل مرزوق المرزوق، وذلك بحضور الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدكتور بدر الدويش، وبمشاركة كوكبة من الإعلاميين ونجوم الفن والموسيقى. أرحب بكم أجمل الترحيب بمناسبة افتتاح معاليات مهرجان موسيقى الدولي 21 وليلة تكريم الفنان الراحل مرزوق المرزوق برعاية كريمة من معالي وزير الإعلام رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب السيد محمد ناصر الجابري. لقد أولت دولة الكويت اهتماما خاصا الحفاظ على تراثها الأدبي والفني والحفاظ على تميزه وتشجيع أبناء الكويت للسير على خطى الرواد، لذا فقد قدمت الدولة الرعاية والدعم للفنون بمختلف مسمياتها ومجالاتها، وحرصت على مشاركتها في المناسبات الوطنية والمهرجانات المحلية والعربية والدولية إيمانا من الدولة بأهمية الموسيقى في حياة الشعوب لأنها لغة مشتركة يفهمها جميع البشر رغم اختلاف أدواتها وألحانها وتراثها بين شعب وآخر. خلال فعاليات حفل الافتتاح قدم المايسترو راشد نويشير ومجموعة من الفنانين الشباب والكورال مجموعة من أعمال الملحن الراحل مرزوق المرزوق، بالإضافة إلى عرض فيلم قصير يستعرض من خلاله أبرز الأعمال الفنية للملحن الراحل. برعاية كريم معالي وزير الإعلام رئيس المجلس الوطني
للثقافة والفنون والآداب السيد محمد ناصر الجبري، وحقيقة نؤكد من خلال هذه المنابر حرص معاليه ودعمه حقيقة لمفردات الفعل الثقافي والفني ليس فقط مهرجان الموسيقى الدولي. كذلك نؤكد مواكبة هذا المهرجان باليوم العالمي للموسيقى ويصادف نفس اليوم، وبالتالي الكويت اليوم جزء من هذا العالم يؤثر وتتأثر. في الليلة سيكون هناك تكريم لأحد رواد الأغنية في الكويت، فنان الملحن الراحل مرزوق المرزوق. نحن إن شاء الله السنة مهرجاننا عن تكريم الفنان راحل من رواد الموسيقى الكويتية هو الفنان مرزوق المرزوق. والله مهرجاناتنا كلها حلوة، بس هذا يميزه أنه عالم كبير من علماء الموسيقى معنا، راح نميزه نكرمه الحين، وعندنا فرق عالمية وعربية معنا بالمهرجان. يواصل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب تقديم أنشطة وفعاليات مهرجان الموسيقى الدولي 21، والتي يحرص المجلس من خلالها على تكريم المبدعين والموهوبين من أبناء الكويت في كافة المجالات الأدبية والفنية. إذن أعزائي المشاهدين، وصلنا معكم لختام فقرة أخبار الديرة، وراح تكون معنا محطة حوارية جديدة راح نتعرف عليها من بعد هذا الفاصل. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد. طبعا أماني، أنا طبعا أبي أشكرك على وصلتك لتقديمك أخبار الديرة. الله يسلمك، عسى استمتعت بس في فقرة أخبار الديرة، ونتمنى أيضا المشاهدين استمتعوا واستفادوا من الستريم فوكس وأيضا من الفقرات اللي شفتها. أيضا بالضبط، يعني بالفعل كانت ممتعة وأيضا كانت مفيدة لنا وللمشاهدين. شكرا لتقديمك. الشكر لك، وأيضا يعطيهم ألف عافية. ما ننسى معدينا بعد أكيد اللي إن شاء الله يواكبون الحدث أول بأول. ما شاء الله عليهم، هذا هم مساء الخير يا كويت دائما ما شاء الله كل ما هو جديد. عموما مشاهدينا الكرام، لنا عودة إلى محطتنا الحوارية الثانية من خلال برنامج مساء الخير يا كويت، ولدينا محطة حوارية جديدة مع الكابتن مشاري محمود الخباز، مدير مركز تدريب السباحة والغوص في نادي العلمي الكويتي، ومدير دورة إعداد مدربين غوص لمنظمة بادي العالمية. لكن خلونا ما عندنا فاصل عدل ما عندنا تبطيء. نعم. حياك الله، مسي عليك بالخير، يطول بعمرك كابتن مشاري، وانا سعيد بوجودك معنا في برنامج مساء الخير. الله يجزاك خير ان شاء الله، اشكرك. يطول الله يسلمك. دام ما عندنا تقرير عيال الكابتن، طبعا مشاري راح يتكلم ان شاء الله ويعرف المشاهدين عن فريق الغوص الكويتي التابع للنادي العلمي الكويتي. ودنا تعرف ايضا عن فريق الغوص الكويتي بما انه هو فريق مميز للامانه. طبعا اشكرك على هالمقدمه هذه. طبعا فريق الغوص الكويتي تاسس في سنه 92 تحت مظله النادي العلمي الكويتي، وكان فكره الفريق مجموعه من الشباب محبين للبيئه وهواه للغوص، كرسوا طاقاتهم للحفاظ على البيئه البحريه. فمن ضمن هذه هذا الفريق يعني قاموا بالعديد من المشاريع، منها مشاريع المرابط البحريه، ومنها مشاريع تنظيف الشواطئ والمراسي من بعد المخلفات. الله يعطيهم العافيه. اي نعم، فكان يعني الفريق في بدايه تاسيسه مجرد كان هواة. اوكي، مع الوقت وكذا أصبح الشباب الموجودين مهتمين أكثر فأكثر، فقاموا يواصلون دراسات من خلال الجامعات ودورات الغوص، وأصبح عندنا يعني اليوم فريق متخصص في أعمال البيئة.
لله الحمد يعني مركز تدريب السباحة والغوص تأسس كفكرة من فريق الغوص الكويتي، وكان هو يعني نتيجة جهود المدربين اللي موجودين في هذا الفريق. حلو، نعم ممتاز. كابتن مشاري، إذا نتكلم عن أهداف، خلنا نقول أهداف مركز التدريب السباحة والغوص، شنو أهدافه؟ طبعا احنا يعني لما جينا كفريق غوص الكويتي أسسنا مركز تدريب السباحة والغوص، كان الهدف منه الأول اللي هو نشر الوعي البيئي، علشان اني انا احافظ على البيئه لابد اني انا اخلي الناس يرتبطون ارتباط مباشر مع البيئه. يعني المجتمع الكويتي هو اصلا مرتبط مع البيئه البحريه، ولكن احنا حبينا ان احنا نخليهم يرتبطون اكثر من خلال هوايه الغوص. فلما يغوصون تحت الاعماق يشوفون شنو الاشياء اللي بيستكشفونها الجديده، مرجان، اسماك، فبيزيد الارتباط هذا وبيزيد حبهم للمحافظة عليه. كذلك الهدف الثاني من المركز ان احنا نضمن جودة التدريب. حلو، نعم ممتاز. كان في عدد كبير من الغواصين يعني، وتم تدريبهم ما شاء الله وتأهيلهم وزيادة الثقافة والوعي عندهم، ما يعني الطبيعي من باب الفراغ في مدربين مختصين هم اللي أشرفوا عليهم. يعني يعني فضول أكثر نعرف عدد المدربين اللي موجودين بالمركز. طبعا عدد المدربين الموجودين 20 مدرب ومساعد مدرب ما شاء الله داخل النادي العلمي، كلهم مرخصين من منظمة بادي العالمية، وهي من أشهر المنظمات في العالم. هذه المنظمة تمتاز بجودة التدريب، كذلك إن عندها أساليب متطورة في تدريس رياضة الغوص. فما شاء الله يعني الشباب اللي موجودين عندي أغلبيتهم من المدربين المحترفين، ورخصهم معتمدة عالميا في جميع أنحاء العالم. حلو، نعم حلو. يمكن الحين قاعدين نشوف، مو مقصرين يعني مخرجين عندنا قاعدين يمرون لقطات عن المركز نفسه. إذا نتكلم عن دورات وورش الغوص، متى تقام؟ طبعا هي الدورات أغلبيتها تبتدي من الصيف. زين، بداية الصيف أغلب الشباب خلاص يتركون البر ويتجهون للبحر أي، فإحنا نبتدي يعني من موسم الصيف لغاية شهر 10. النادي العلمي يوفر مركز متكامل، حمام سباحة متخصص لتدريب الغوص، غرف وقاعات مخصصة بأحدث وسائل التدريب. كذلك ان احنا يعني عندنا طواريد متخصصه لرياضه الغوص. اي نعم. حلو، ممتاز. كابتن مشاري، طبعا احنا سعدنا بوجودك معانا، يطول لي بعمرك. الله يجزاك خير ان شاء الله، ونتمنى لكم ان شاء الله النجاح، ونبي لؤلؤ يا ان شاء الله. حاضر، بس احنا نحافظ على البيئه ما نشوف ان شاء الله. باذن الله، شكرا لوجودك معنا. الله يشكرك، الله يجزاكم خير، مشكورين على الاستضافه. يطول بعمرك، الله يسلمك ان شاء الله. كذي فهد وصلنا للختام، كان ودنا نسترسر اكثر بالحديث، ختامها مسك مع الكابتن، ختامها مسك مع هذا الانجاز الجميل. يعطيهم الف عافيه، على امل ان شاء الله راح نلتقي معكم دائما في لقاءات جميله وضيوف ايضا رموز في كل مكان. والكلمه الاخيره لزميلي فهد. شكرا لك أماني. إذا مشاهدينا الكرام، بكذي وصلنا معكم إلى الختام، شكرا لطيب المتابعة، نلقاكم غدا في نفس الموعد. حتى بذلك الحين أترككم بحفظ الله ورعايته، في أمان الله، مع السلامة.